وصف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء في مصر مهاجمة أسماك القرش للسياح في شواطئ منتجع شرم الشيخ بأنه ظاهرة غير طبيعية. يأتي هذا فيما بدأ غواصون ومصورون محترفون طلعات تمشيط في سواحل شرم الشيخ للرصد والتحليل. هذه شواطئ منتجع شرم الشيخ في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكن يبدو أن الصورة اختلفت الآن، والسبب يرجع لعدو غير عادي هو أسماك القرش المفترسة التي تهاجم الإنسان بشكل مخيف وقاتل. يأتي قرار زهير جران وزير السياحة المصري بتعليق الأنشطة البحرية الرياضية من سباحة وغوص وتزلج على شواطئ شرم الشيخ لحين التأكد من إزالة الخطر الناجم عن وجود أسماك القرش قرب الشواطئ، ليجعل الصورة أكثر قتامة، خاصة أنه الإغلاق الثاني للشواطئ في غضون يومين. الحادث اللي حصل ده حادث يعتبر اسلوب غير طبيعي، ان يتم مهاجمة ناس بتعوم على بالقرب من الشاطئ، ولذلك احنا استدعينا خبراء من امريكا واستراليا بالاضافة الى خبراء مصريين من وزارة البيئة ومن معهد علوم البحار لدراسة الموضوع. وقد تصاعدت الأحداث خلال الأيام الماضية بصورة مخيفة، حيث بدأت بإصابات خطيرة لأربعة من السائحين الروس والأوكران نتيجة مهاجمة القرش، انتهاء بمقتل سائحة ألمانية. وأعلنت السلطات المصرية اصطياد سمكتين يشتبه في أنهما السبب في الإصابات، ولكن يبدو أن الخطر الأكبر بكثير ما زال طليقا يبحث عن ضحاياه. لم تكن هذه الحادثة الأولى، فقد حصدت أسماك القرش في يونيو حزيران من العام الماضي سائحة فرنسية في منطقة مرسى علم على البحر الأحمر، إلا أن جميع مواقع الغوص في شرم الشيخ طالما عرف عنها أنها تخلو من أسماك القرش، كما أنه من غير المألوف أبدا أن تهاجم سمكة القرش من ذوات الطرف المدبب بشرا، خاصة على مثل هذه المسافة القريبة من الشاطئ. يأتي مصدر قلق السلطات المصرية نتيجة بداية الموسم السياحي مع أعياد الميلاد، إضافة إلى موجة الصقيع التي تهاجم أوروبا، مما يجعل شرم الشيخ وجهة جيدة في مثل هذا الوقت. ولكن على الطرف الآخر يظل القرش مصدر حيرة وغموض لم تفك أسراره بعد.